بنادي بنادي رام دارو بالصوت. مع طوابير جديدة، نوع جديد من الطوابير الحمد لله، دخلت حيز الخدمة بمناسبة العرس الانتخابي. رانا درنا نوع طبير نوع جديد من الطوابير المليونية على الدجاج. مرحبا بكم في الجزائر. هذوك اللي يجيو يديروا شبكات التجسس، بركاو بلا ما ديروا شبكات التجسس، روحوا تشدوا الصف. روحوا تشدوا الصف على الدجاج. الحمد لله، بعد البصل، الحليب، العدس، اللوبيا، الزيت، السكر، السميد، ما كانش حاجه ما درناش عليها. رانا قريب نهبطوا الجينيريك في الطوابير، راه ما بقاش سي بون. رانا قبلنا شي حاجه ولا زوج هكا، درك نكملوا معاهم ان شاء الله في العهده الثانيه هذه. انتخبوا برك تبون، العهده الثانيه نكملوا معاهم. دوكا رانا في الدجاج البرازيلي. ارواحوا نسمعوا الرئيس المعين عبد المجيد تبون يدير لنا درس في التاريخ. اصبر. الجامعه العربيه تخلقت في 1928 الى يومنا هذا باقيه بنفس التصرف، العالم كله تغير. و صراحه الموضوع ماشي فقط في التاريخ، دركا في قضيه هذيك شكون قاعد يقول لي الصوت؟ واش به الصوت؟ ما سقسيتكمش، هذا الصوت مليح. الصوره ضرب على الشاشه، عليها ضرب على الشاشه وحبس. لو كان ما نهضر لكمش البارطاج ما كانش، لكن الصوت خصوصا اكدوا لنا على الصوت. كل شيء على ما يرام، وعلاش الصوت ما يكونش مليح؟ عاد كتب فيف الماك. الماك اليوم ثاني راه خلطوا لها جد بابا. حنا كان وحنا باقيين حركه الماك هادو ما يحترموش الصمت الانتخابي يا صاحبي. استناو خليو الساعه الانتخابات تفوت ومن بعد ديروا لنا الفضايح. معليش من بعد نتكلموا شويه على الجزئيه هذيك تاع حركه الماك، لكن نكملوا مع تبون. الجامعة العربية تخلقت في 1928 إلى يومنا. كما قلت لكم الإشكالية هو اللهم درك تبون لكن جاب لنا حقيقة تاريخية كان واحد ما يعرفها. تبون قال لك الجامعة العربية أنشئت سنة 1928. شكون أنشئ الجامعة العربية سنة 1928 يا تبون؟ اي ماشي في التاريخ. لو كان قلت مثلا 1948 معليش، لو كان قلت 1935 نقولوا باللي راهو حب يقولوا 45. يا اخي تعرفوا كيما هذيك المساله تاع ثالث اقتصاد في العالم. قال لك صبر صبر تبون، راهو ما قالش ثالث اقتصاد في العالم، راهو قال ثالث اقتصاد في افريقيا، لانه الترتيب في الترتيب تاع البي بي تاع الناتج الاجمالي للجزائر رانا ثالثي، صرنا رقم ثلاثة افريقيا حسب بعض التصنيفات. بصح درك هذه تاع 1928 كيفاش راح تبررها؟ والكارثة الأكبر انه الفترة التاريخية ساكول با. شكون هي الدولة العربية اللي كانت مستقلة سنة 1928؟ بسم الله على بركة الله. شكون هي الدولة اللي ما كانتش تحت وصاية، كانت تحت انتداب، كانت أعطيني دولة عربية سنة 1928؟ أقول استقلال كامل الأركان وتقدر تدير جامعة عربية. مصر، وزيد الله اعلم انت تعرف بانه مصر لا، السعوديه امر خاص جدا. السعوديه حاله خاصه بحكم البقاع السعوديه امر خاص، لكن تاخذ الدول شكون السعوديه تاسس جامعه عربيه تسميها الجامعه السعوديه تسمى كيفاش؟ معامل اصلا تاسيس الجامعه العربيه العام والخاص
يعرف بأنه كانت فكرة مصرية يعني صراحة بالتشاور مع المملكة العربية السعودية بداية من متى؟ بداية من 1942 جت الفكرة، و1945 يعني تجسدت في الميثاق تاع الإسكندرية، ميثاق الإسكندرية. بصح ماشي المشكل في الزلة، أو يقول لك زلة، هذه ماشي زلة. 1928 من المفروض أنك تعرف بأنه ما كانش دولة عربية في تلك الفترة تقدر تأسس جامعة عربية. من أين لك هذا تأسس لك جامعة عربية؟ والإشكالية واحد يقول لك يا خلينا درك هذه جزئية، أروح نسمعوا تاع ما يلي. أنا ما فهمتش السيد هذا وش من جن ضربه، أو على بالنا المستوى منحط، أو على بالنا حبة حمص في الراس ما كانش، ماشي مشكل بصح ماشي الدرجة هذه. أروح تسمع خلينا رانا عدرناه. 1928 هذيك خليها أكوتي، العالم كله تغير ايه، وحنا باقيين جامعة ما هيش لا جمعية ولا كذا. باقيين جامعة ما هي لا جمعية لا كذا كذا كذا. أروح ترجم لي، شكون يترجم لي؟ ترجم تعاود أسنى نعاود لك، ركز مليح ودير لي الترجمة رجاء. ما هيش لا جمعية ولا كذا، إذن لازم مراجعة. ما هيش هي جامعة وما هيش جمعية ولا كذا ولا واش؟ كيف ما هي الجمعية؟ أوكي هاي ولات جمع، هي جامعة ولات جمعية وش؟ أسيدي دي رايخي قلت لهم أنا عصبة كما كانت عصبة الأمم المتحدة قبل هيئة الأمم المتحدة ومن بعد وش حب تقول يا تبون؟ اغمزن أوفا اغمزن أنت راك أنت على كل حرك تحت الجنرالات صغيرا بصح ماشي الدرجة هادي. يعني قلت لك وحتى لو كان نحيو جانب القضية 1928 هذيك مي ها عاود ها سنة هذا باقي بنفس التصرف، العالم كله تغير ايه، وحنا باقيين جامعة ما هيش لا جمعية ولا كذا، إذا لازم معها صاحبي ردوها له ريال للعرب ردوا له اف سي الجمعية العربية مثلا، اتليتيكو ارابيكو ولا ارابيكا جي مليحة يا صحة تبون مش مشكل. وش حاب قلنا وش حاب نديرو لك رايك؟ شو بن سلمان وناس ملاح، شو برك معاه، شو مع بن سلمان راح له طفيل صغير سعودي قال له أبي مرسيدس، بن سلمان جاب له مرسيدس. أنت تبون قول محمد بن سلمان أبي أتليتيكو العرب، وش حاب؟ وش هي الجملة من وش هو الفكرة؟ رجع باش ندخلوا في العصرانة، ندخلوا في العصرانة تاع يعني وبي واي العربية تبون حبي عصر الجامعة العربية تبون قبل ما تروح تدير العصرانة تاع الجامعة العربية وتفتح غزة بالجيش الجزائري اللي راهو جاهز ايه في الطريق عصرنا احنا الساعة، احنا رانا في القرون الوسطى الناس عايشة. حسنا نعطيك فكرة تاع حاجة تعصرنها، لكن نقولوا ما يسمعوا لكش العرب هذوك اللي ما حابينش يسمعوا الأفكار تاعك النيرة. شوف مثلا مشاهد الحياة هنا تأخذك إلى عالم مختلف من الحضارات الإنسان والأرض والموقع. شوي برك أعطينا جرعة عصرانة اللي كنت راح تعطيها الجامعة العربية، قال له العصرانة يا ستك تبون حبي عصرانة الجامعة العربية والجزائر ما تعصرناهاش قبل. نزيدو نشوفوا العصرانة
الحجراناوي هادو مؤخر برك. شوف ذيك الكوارث، شوف 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 ذيك الكارثه يا ربي. وين في حي 200 مسكن تشوف شادي تاني نديرو لها عصر، انا نحيو المزابل باش ما نبقاوش كشغل رانا هادي في القرون الوسطى على كل حال، وكانوا مضاف علينا وقت كان هذاك الطاعون في اوروبا، كانوا مضاف علينا. قاعد قال لي ما خصاي سي بير وما خصايش ومرسيليا شكون عايش فيه، ما خصاي سي بير شكون عايش في مرسيليا، انت شكون هذيك مرسيليا اصلا كش نهار لازم كاين واحد المناطق مليح يحيوهم يبعثوهم للجزائر جوستومون. قال له ما خصاي سي بير عليك سبيطار تاع اخر الزمان العصر انا اللي في الجزائر تاع 50 درهم في الزواج مريال بالون اليوم كل يوم نشوفوا الامور هذه ما يحتاجوش شويه عصر انا ما خصتهم شي ندوز جرعة هكا صغيرة قبل ما تروح للجامعة العربية يا جدك. قال لك العصر انا تاع الجامعة العربية. انا مع تبون العهدة الجديدة، ايه رانا كامل مع اخويا رانا كامل اوفا. استنى برك تيك توك ينحي لي هادي ما فهمتش واش راهو اشاك فوا درك كل مره يدير لي واحد لابلاك هكا نولي ما نشوف والو. واحد قال لي باكونتر يا با سا مارس لا مارسي مازال ما وصلتش للدرجه هادي، لكن في المستشفى تاع مارسيلي عندهم قرعه تاع 5 لتر يديروها. شوف والله غير انا نعوم هنا، شوف في ولايه مراست هاك، شوف مرحبا بالخير تاع ربي سبحانه اللي بعثونا انا نعوم هنا. ها امطار باش عادي تاني ما لازم شويه عصرانا ديروا لهم بيسينا صح. انتوما مسبح ما درتوش في تمرست، راح تروح دير العصرانه تاع الجامعه العربيه، تروح تعلم الامارات العصرانه نتايا. ما فهمتش صراحة هذه الخرجة تسمى بعيدا على المغالطات راهو دائما نجيبوهم هذوك انه ما يعرفش خصوصا في التاريخ كي يبدا يتيري تبون ما يحبش هذه رانا نعرفها جيدا، بصح باش توصل للدرجة هذه تاع انك قاعد تقول في كلام غير مفهوم الجامعة العربية والعصرانة وعلاش هي جامعة ماشي جمعية، أنا ديت علاش جامعة ماشي جمعية عيت عيت نفهم البنادم هذا. ودرك مادامنا في خرقنا الصمت الانتخابي على جال تبون باش نتذكروا شوية. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخص في الامور، انا حفتر كلفوا لي بيت كلفوا به الليبيين، انا ما عندي يريد الترشح للرئاسه لك شغله الا كان قابلين الليبيين ندير له تهديدات تاع الجزائر تك 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 روح 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 فوت روح هدد الجزائر يا رب بكم 5 سنوات دوكا كي نحبو نديرو الحصيلة تاع تبون أقوى التصريحات تاع تبون المشير خليفة حفتر تاشين كاف تاشوك تيك تشوك عباش كيفاش نشكلوها يشتك زيد لو كان هكا هكا لا. كان هناك حديث عن أن إسرائيل تبني أو تنوي بناء قاعدة لصناعة طائرات سيارة طائرات مسيرة درون انتحارية سبيسيدا المغرب، يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما احتاج شيء، وهذا شيء جديد قديم.
c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire. Ah, c'est. Par hasard, عبثا اي مقطع تعتبون قاعد يتكلم. لازم يقول حماقة، ما كانش هكا قال مقطع ما يقولش فيه كارثة، ما كانش مقطع يتكلم فيه عادي. نزيدو نشوفو هذه الاخرى بركة، هذه الخرجة الاخرى في القاعة البيضاوية هذيك. باش ندير عملية وحيدة من نوعها، ولا دولة دارتها تبون فريدة من نوعها، ماشي وحيدة من نوعها، انا عند الشيطانة تبون فريدة من نوعها. وحيدة كيفاش وحيدة؟ الوحدة هي أمر سلبي، كي تقول وحيدة من نوعها معناتها راك شغل تقول في أمر سلبي، وانت حاب تقول بأننا حققنا إنجاز، معناتها فريدة استفردنا بهذا الأمر ماشي وحيدة. لا كبيرة ولا صغيرة باش نربط السدود. هذه لا كبيرة ولا صغيرة، واش راح نقول لك؟ راك دير في القافية والسجع، عيش حياتك بعضها بعض. عندنا مناطق تتساقط فيها الأمطار بكثرة، وعندنا مناطق تتساقط فيها الأمطار بقلة. السدود اللي تكون عامرة عوض نطلقها في الأودية نمون بها السدود اللي ما عمرتش في أماكن أخرى. وضعية تختلف حدتها من جهة إلى أخرى، وهو ما خلف تباين في المخزون المائي بين الأحواض المائية للمملكة. الحل وجد في التضامن بين هذه الأحواض من خلال نقل الفوائد بينها، والتجربة بدأت من خلال هذا المشروع الخاص بنقل فائض حوض سابو إلى حوض أبي رقرق. هو راه كان يشر كيقول فريدة من نوعها، هذا الأمر راه ندار في عدة بلدان، كان يشر الدولة اللي هاك تبون. بالنسبة لي في العالم كامل ما كان حتى واحد دارها، والعالم كامل بالنسبة ليه هو الجارة الغربية، المغرب، مروك، المروك، المروك، باسكو هادي دارت في العالم. إيبا المغاربة داروها من قبل، يعني أنه الفائض تاع السدود، يعني تاع السدود عوض أنه يتم يعني التخلص منه من أجل أنه السد ما يفوتش الساعة تاعو، يتم تفريغ هذا الفائض من أجل أنه يروح لسد مجاور في مدينة ولا قرية ولا مكان آخر وين موجود سد آخر. منين جبتها تاع وحيدة من نوع؟ راك انت اللي وحيد من نوعك، راك انت اللي أغبى شخص فوق وجه الكرة الأرضية وفي تاريخ البشرية بلك. كيفاش وحيدة من نوعه؟ دوك انا تاني وراح نولي نقول وحيده من نوعها. كش نهار وعلى بالك ساعه ساعه تلمون سمعت بون ساعه ساعه بلي راح نولي كما دوك ديسليكسيك، ولا نولي ما نقدرش ننطق الكلمه. ما تحس بالاي كيو تاعك ينزل كما دوك اللي يطلعوا معي في اللايف تبون، كي تسمعوا الاي كيو تاعك يهبط. كيفاش يا عجب يا ربي، ما كانش تجمع، ما كانش لقاء، عمري كما جا لقاء تاع تبون وما تلقاش واش تهضر. اي اشكاليه على العموم الرؤساء مثلا ما على باليش. انا تاخذ ماكرون، ماكرون كاين في بعض الاحيان بعض الخطابات تلقى عنده خرجات تعلق عليها، لكن الباقي تاع الخطابات هو لغه خشب، خطابك عادي فيه اعلانات فيه كتاب ما فيه ولا شيء، يعني خطاب سياسي كلاسيكي. بصح حتى دونالد ترامب اللي عنده واحد الطبيعة خاصة وكلش، وما تلقاش بصح هذوك ديما ديما ربما خرجات، واصلا هذاك داخل في المختصين في التواصل، مختصين في الإعلام المحيطين بهؤلاء الرؤساء، يقدر يدير أمور باش يشغل، باش هو يشغل بطبيعة الحال الرأي العام، باش هو يبقى دائما موجود. هذا هو العمل، هذه امر طبيعي. حتى بون راهو ما كانش خرجه ما يديرش فيها كارثه، ما يديرش فيها فضيحه، ما يديرش فيها خطا. تاريخ راهو قنبل وجد باباه، راني عدت ما نلقاش الكلمات. تاريخ تبون قنبلو، كاين التاريخ وكاين ما فعله تبون بالتاريخ. تسيخوني قال لك شيخ أصلا نديرو برك. شوف لو كان نديرو وقفة على بعض التصريحات، أنا وتعرفوا الموضوع هذا يعجبني.
التبون استنى لو كان نلقاو هذاك الصين. اصبر تشوف اصبر تشوف. لا ما نديروش قاعدة صعيب باي تلقاهم تلمو على برك التصريحات تاعو كلها تبون. جورج نحن الدولة الثانية اللي اعترفنا بالرب استقلال الولايات المتحدة شوفك فايدير صراعة هذوك اللي يضلوا يحكيوا لي لغة الجسد. اليوم راني محتاجكم. نحن الدولة الثانية اللي اعترفنا بالرب استقلال الولايات المتحدة بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور في البحر الابيض المتوسط. شوف راح نزيد على المجاهد شوف الكوابيس اللي عطاهم الاخر جورج واشنطن للامير عبد القادر. روح 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 الميزي شوف الكواب الكوابيس المسدسات الكوابيس. روح روح شوف الكوابيس اللي عطا الاخر الاخر هذاك هذاك قدو بوعد جورج هذاك كيف اسمه جورج واشنطن. اي نورمال جورج واشنطن عطاهم الامير عبد القادر. يا ودي جورج واشنطن راه مات في 1798 تبون والامير عبد القادر راه ولد في 1808 كيفاش عطاهم له من وراء القبر دو تخو طومب كيفاش تبون. كيفاش النظريه تاعك كاينه الاخرى تاني هذه في مجال احياء الاموات باسكو تبون عنده اختصاصات متعدده. صعيب باه تلقاهم هذوك لازمني نرجع ل جاتني يا سيد عبد المجيد تبون كما تشاهدون في هذه الصورة صورة تاريخية فعلا تعكس هذا الوجود والمشاركة النوعية والمتميزة التي تعبر عن الالتفاف حول هذه القمة قمة المنتدى في دورتها السابعة لدول المصدرة للغاز. صراحة اللقطة دي تاع أمير قطر نسيتها خلاص. هذه هادي نزيدوها نزيدوها في الحصيلة تاع تبون تاع الخمس سنوات. نحي نحي شدي يدك الخمام مشي مشي هذه القمة قمة المنتدى في دورتها السابعة لدول المصدرة للغاز. أمير قطر سبورتيف يزدو على بالك عنده وعد الرفلة يعرف تبون عنده واحد الريفلكس مباشرة دور لو يدو جبد لي مشي بعدني ما تقربش ديكاج قذارة لوز الله بلا مواقف. لا هذه ما عبيش كيفاش نديرو لها باش نبروها هذه في الحصيلة تاع تبون. نعم على بالي كيفاش نديرو لها يعني وعدي ينتخب على طبيعه الحال. هذه الناس اللي نساو هنا راهو الرئيس الايراني على روحه السلام من اخر لقاءاته كانت مع عبد المجيد تبون. على كل حال اللقطه هذه السابعه لدول المصدره سامحونا قمه المنت اللقطة هذه بطبيعة الحال لأنكم تشوفوا في رئيس إيران من الطرف الآخر مع أمير قطر. بطبيعة الحال صورة مثل هذه تشكل حرج لدولة قطر بحكم أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي. ليس في وجود أمير قطر مع الرئيس الإيراني لكن فوش حب يدير تبون. تبون حب يجبد أمير قطر يقول له روح بوس روح بوس الرئيس الإيراني تبقى في التاريخ. لا وزلاي بلا مواقف لا بروتوكول ما على بالوش تبون باللي ما تقدرش دير لقطة كيما هذه بلا ما بلا تشاور ومحادثات في الكواليس وقنوات دبلوماسية باش تحاول كيفاش توصل انك تجمع الرئيس الإيراني مع أمير قطر ويروح يسل تبون راه قال لهم بوسوا بعضاكم راكم خاوة جيران انا كامل مسلمين
واش خوك مريض مهلوس من الانجازات تاع تبون. ايضا اليوم راكم تشوفوا ساعات قبل الانتخابات انا باش نقنعوا الناس صراحه هذا واحد من الانجازات المفضله تاعي مع الرئيس المعين عبد المجيد تبون صراحه. الحمد لله وانت؟ انا لاباس الحمد لله. الحمد لله ده شرف بوجودي هنا وبلقائكم سيد ان شاء الله. مرحبا بك يا مرحبا. عباكم تبون في 4 سنوات ونصف كانت اول مره يحس روحو مرتاح في المراديه باسكو جا واحد بنفس مستواه نفس مستواه العقلي يبان لي الطفيل هذا ناضج اكثر منه. مي على كل حال ماشي بعاد اول مره تبون حس روحو باللي هكا راهو في يعني واحد الجو مريح بالنسبه ليه لدرجه انه تبون دار محادثات على انفراد مع الطفل هذا. الطفل هذا راهو ما نبيغه ما معروف في الحي تاعو في الولايات المتحده الامريكيه ما يعرفوش. المستشارين تاع تبون قالوا له هذا راهو بنو تاع ايلون ماسك استقبلوا تبون اصدم شوفوا محادثات على انفراد وزادوا سكتوا لنا الصوت باش ما نسمعوش وش هي الاسرار اللي قاعد يناقشها تبون. اكيد قضايا الساحل مالي نيجر ليبيا قضية الصحراوية دوك تبون راهو قال له احنا لازمك تعترف لنا بحق الشعوب في تقرير مصيرها في الصحراء القربية والجمهورية العربية الصحراوية. الطفل هذاك ما حبش يعترف حتى الطفل هذا قال له الله ما فيها تبون باسكو الطفل هذاك يخرج ما قالناش الصحراء القربية واش راح يتحدث يعني واش هو المحادثات اللي درتها مع الطفل ما فهمتش انك لو كان استقبله فقط بصح واش حب قبل ما نغادر الكرة الأرضية هذه نعرف واش هو المحادثات اللي دارها تبون مع الطفل هذا واش كان يحكي معاه على سبيستون على تيليتوبيز هذوك واش هو الموضوع. راهو قال له الشعب الصحراوي الشقيق راهو من 1973 وهما يخوضوا في معارك حامية الوطيس في الفيسبوك وراهم كل يوم يصدروا بيانات. شوف النادر الناس اعتراف راه ما بقى حتى واحد راهي الولايات راهي بلادك اعترفت بمغربية الصحراء فرنسا اسبانيا شوفنا انت صاحبي شوف دير لنا اعتراف عباك النظام الجزائري راح يوصل لهذه يجيبوا طفل يقولوا له اعترفنا بالصحراء غربية حتى انا راح نولي تبون طفل اسمه ماثيو ماثيو يا جدك الطفل ماثيو تبون استقبل الطفل ماثيو واش دار الطفل ماثيو في حياته هذا واش دار راني قلت لكم اللي ما سمعش اللي ما سمعش من بعد يعاود اللايف. الترك تبي كاين حوايج كي تفوت هكا تضحك تتكلم عليهم ومن بعد تفوتهم بصح من بعد كي ترجع لها بعد سنتين ولا كارثة. كاتبين هنا الطفل ماثيو يحقق حلمه بزيارة الجزائر ويصفها بالجنة. شوف الطفل ماثيو هذا لو كان تطلعوا عليه درك قسم بالله تلقاو هذيك في كوبا كابانا هذيك وعيش حياة النعيم درك راه هو راح يعيش الجنة بأموال الجزائر. حنا اللي يجي يدي الشكارة
قل لهم جنة كما ذاك حفيد تاع مونديلا ذاك مجرم خرج من الحبس قضية اغتصاب ولا العائلة تاعو كامل قال لك باللي مجرم العائلة تاع مونديلا قال لك واش ندير مانيش خدام تبين انسان عمره ما خدم قال لك واش ندير نروح الجزائر كلهم صحراء قربية وحق الشعوب في تقرير مصيرها جاب الشكارة وجا مروح البلاد نورمال بعد قال لي طا يونشان يوتيوب وي اي تلقاها في تدخل الحساب تلقى في البروفا في هذيك البايو تلقى الرابط مباشرة تتكاي يبعتك اليوتيوب كما اسرائيل تبعت للجنة تكسرش راسك دونك هذه هي ابرز ما قاله تبون جمع اليوم وعلى السريع برك قبيل الانتخابات نفتحوا المجال للناس اللي عندهم مداخلات على السريع الحصيلات نحكيوا على يا راي مسخره الامور راهو على بالنا وين رايحه ها في سامحوني فقط نشوف الحساب الثاني نحاولوا نوصلوا برك هذه العفسه ل 250 الف على الاقل نحاولوا نعطيوها 250 الف هذا اذا تيك توك باسكو جابوا لي استنى نشوفوا من هنا حاولوا ضربوا لنا على الشاشه الناس اللي عندهم مداخلات يديروا الطلبات تاعهم نشوف التعليقات من سيفوز ويحرز المفاجاه مترشحين على كل على البرنامج الانتخابي كامل الصحراء القربية مروك الصحراء القربية مروك الصحراء القربية الصحراء فهمت هذه حملة انتخابية اللي الحكايات كامل على دولة واحدة أخرى كي نهار جبت لكم هذاك ما على باليش إذا مازال عندي مترشح تاع الإخوان المسلمين نشوفه ترش بلاد المهابل يا جدك منين تحط عينك تلقى غير المهبول وخوه البلاد هذه قسما بالله شبك مش طبيعي خلاص الجزائر هذه وش صار فيها تبون لا جو غيمي لو كان لقيتو مي كوم قديمة الحكاية رواح نتا ولقا تالمو الكوارث بزاف لا على كل حال هذا هو رانا 62 سنه استقرار ما زالت عندنا ازمه في البيض وما زالت عندنا ازمه في اسعار تاع الدجاج وما زال عندنا ازمه في اسعار تاع البطاطا وما زالت هذه البطاطا يا اخواني المواطنين البسطاء عايشين بالبطاطا احنا يا الشعب الجزائري البطاطا هي الطبق الرئيسي في كل بيت يا اخي عندنا سي رشيد هذا مترشح الانتخابات الرئاسية ماهوش السيدة شكون هادو تاع الطبخ شكون السيدة رزقي كانت بكري ولا هاديك سميشة ولا ما على باليش قولي لا راهو عندها منافس جديد قولي لا راهو جاك حساني زعيم الإخوان المسلمين في الجزائر عنده وصفات بالبطاطا مخي كيحبس فري طوملات بالمايونيز طبق تاع التراث عرفي دادي سوميش هادي تعرف لا تعرف فري طوملات بالبيض ولا وين بنزيما جا الجزائر حطينا له فري طوملات بالمايونيز ومترشح في الانتخابات الرئاسية البيض بطاطا نورمال
ايه ولا هذيك ام والي نكتي في الجزائر حنا نسميو ام فلان ام فلان كتسميه خارج الالقاب يعني قال ام بكذا ام كذا يحب يشوف الوصفة تاع السكران طايح في الدروج على كل حال جماعة باركونا فقط قبل ما نبداو نطلعوا اذا ممكن تقولوا لنا مبروك رانا ان شاء الله حققنا انجاز كبير قبل الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية الحمد لله يا اخو